عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر. يعتبر الوقت أهم ما في حياة الإنسان، حتى إنه أثمن وأغلى من المال. ولعظم الوقت وأهميته فقد أقسم الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم في مواضع عدة، منها قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وهنا جاء القسم بالعصر، وقال تعالى في موضع آخر: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفي الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ونظرا لأهمية الوقت في عمر الإنسان، فقد اعتبره البعض موسم الزرع في الدنيا ليكون الحصاد في الآخرة، فكل دقيقة وكل لحظة إن ذهبت فلن تعود أبدا. فالوقت هو الحياة، فالذي يغتنم وقته في الأعمال الصالحة أفلح وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أضاع وقته وعمره وترك العمل الصالح فقد خاب وخسر.